أهلا بكم إلى أهم أخبار موريتانيا، وهذه عناوينها: أطباء وذيبو يشكون وضعهم بالمشافي مؤلم وقاسٍ، اتفاقية بين موريتانيا والغابون لتسهيل التحويلات المالية، وبمشاركة 50 فريقا اختتام بطولة الكتنة للرماية التقليدية. وصف الأطباء في مركز الاستطباب الجهوي بداخلة وذيبو وضعهم بالمؤلم والقاسي، محملين إدارة المستشفى كامل المسؤولية عن ما ستؤول إليه الأمور والأوضاع حسب قولهم. وقال الأطباء في بيان أصدروه إن وضعهم مؤسف وظروف العمل سيئة، بالإضافة إلى انعدام الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى. وقعت الشركة الموريتانية للبريد وشركة البريد في الغابون اتفاقية تعاون تسمح لجاليات البلدين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسستان في مجال التحويلات النقدية. وأكد الطرفان أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والغابون اللتين تنتميان للإطار الإفريقي ذاته. قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إن الحاجة باتت ملحة لبناء أنظمة غذائية جديدة أفضل تكيف وبفاعلية أكثر حدة. وأضاف في كلمة ألقاها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية في العاصمة الإيطالية روما أن عام 2022 شهد ارتفاع معدل الجوع في العالم وخاصة في إفريقيا وفق ما أكد. عقد وزير الصيد المختار حسين لام ونظيره السنغالي بابا سانيا أمبي جلسة عمل في نواكشوط بهدف إيجاد حلول للصعوبات التي يواجهها بروتوكول اتفاقية الصيد والاستزراع المائي بين البلدين. وأكد الوزيران أنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع البروتوكول مع مراعاة التدابير الجديدة التي حددتها خطة إدارة أسماك السطح الصغيرة. اختتمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة في مقاطعة أطار فعاليات بطولة الرماية التقليدية للكتنة، وذلك بمشاركة 50 فريقا على مدى 4 أيام. وفاز بالجائزة الأولى فريق العربان ب 24 نقطة، يليه فريق السياد ب 20 نقطة في المرتبة الثانية، في حين حل في المرتبة الثالثة فريق الصولة ب 19 نقطة. نهاية النشرة وإلى اللقاء.